ليتس جو. قبل بدء المراجعة يوجب التنويه ان الناشر اعطانا نسخة لمراجعتها، واحنا بدورنا حاولنا نقدم مراجعة حقانية وموضوعية بدون افتراءات او مجاملات. اهلا بكم من تاني على قناة مانجا 64، بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز. انا احمد زوم واقدم لكم النهارده ريفيو عن لعبة وايت شادوز على بلاي ستيشن 5. لعبة وايت شادوز هي لعبة اندي بلاتفورمر وحل الغاز من المنظور الثنائي الابعاد 2D. اللعبة من مطورين مونوكيل. اللعبة تشبه في الشكل والرسومات اللعبة الغنية عن التعريف ليمبو. تدور احداث اللعبة في عالم يسمى المدينة البيضاء، مدينة مظلمة ومسكونة مخلوقات غريبة تسمى بالظلال. هم مجموعة من الكائنات الغامضة الذين يعيشون في الظلام ويتحكمون فيه. بطلة اللعبة بنت صغيرة على شكل غراب. البنت فقدت ذاكرتها وتحاول البحث عن هويتها ومعرفة ماضيها المفقود. بمساعدة أصدقائها تبدأ البنت رحلتها الشيقة ومليئة بالمغامرات لاستكشاف أسرار المدينة البيضاء ومواجهة الظلال. يعتبر الظلال أعداء، لكن في بعض الأحيان تكتشف أن الظلال يحملون أسرارا خفيا وقصصا مأساوية. تتقلب الترابيزة وتتغير المواقف بين الخير والشر في هذا العالم المظلم والمليء بالغموض. تتطور شخصية البنت مع الوقت، تكتشف قدراتها الخاصة وقوتها الداخلية، وتواجه الظلال وتتعلم كيفية التعامل معهم والتفاهم معهم. أيضا تتعلم أن لكل شخص قصة خلفها، وأن الظلال لديهم جانب آخر غير المنظر الخارجي الذي يبدو مخيفا. المدينة البيضاء هي عالم يجمع بين الظلام والنور ويعكس تناقضات الحياة بمشاهدة عالم البنت من منظور الظلال. الجرافيكس في اللعبة مبهر، العالم المظلم والغامض فيها يبان زي تحفة فنية. الرسومات بتعبر عن جمال الظلال والبيئات بتفاصيلها الدقيقة، والألوان الأي الأبيض وأسود بتحسسك أنك مش بتلعب لعبة، لا بتلعب عمل فني متكامل. من الآخر كده، اللعبة دي بتتكلم عن الصراع الطبقي والتميز العنصري بشكل يوصل لك ده بكل عدم أريحية عن طريق الموسيقى. واللعبة كمان قصيرة جدا، ساعتين أو ثلاثة على الأقصر. لو أنت بتحب النوع ده من الألعاب أنصحك تجربها. اللعبة متوفرة على PlayStation 5 وإكس بوكس سيريز وبي سي وماك $20. كان معكم أحمد زوم على قناة مانجا 64، بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز.